الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم الأستاذ جمال أحمد، معلم اللغة العربية بمنارة الأندلس الثانوية. طلاب الصف الثاني، مع أول فيديو من فيديوهات السنة دي لمنارة الأندلس، درس النحو. درس النحو السنة دي عن أسلوب التعجب. أسلوب التعجب له إما طريقتان أو صيغتان. الأولى بيكون الصيغة السماعية ومعتمدة كلها على السماع، يعني ما لهاش قياس خالص. أول حاجة التأصل بالسماع زي سبحان الله، وسبحان الله لا إعراب. الإعراب الأول ممكن نقول سبحان الله مفعول مطلق للفعل محذوف تقديره مسبح، ولفظ الجلالة بيكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على التعظيم. الشكل الثاني ممكن يجي استفهام تعجبي زي قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، منه نداء تعجبي يا إلهي أو يا الله، أما واحد يا لغروب الشمس يا بها من عبرة بالمستهان. الصيغة الثانية تيجي تشتغلها كتير جدا وأكثر مجيئة في الامتحانات، صيغة قياسية، ولها شكلين أو صيغتين. الصيغة الأولى إما ما أفعل بيدي بشكل ذا، ما وأفعل والمتعجب منه، وبيقرأ كالتالي. عندنا أول إعراب لما بيجي ما مبتدأ مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب هي ما أصلا إيه؟ ما في زهر بعض المحاء أنها نكرة بمعنى شيء، ولو كانت نكرة بمعنى شيء وده اللي معنى السنة دي الأصل في الإعراب، نكرة بمعنى شيء والجملة بعدها خبر لها. في رأي ذهب أنها موصولة والجملة بعدها صلة موصول والخبر محذوف، لكن إحنا هنشتغل على الطريقة الأولى اللي هي نكرة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. وأفعل فعل ماضي مبني على الفتح، جامد لكن مصاب بفعل مصدر. المتعجب منه دائما يعرب مفعولا به، اذا كان اسم صريح يعرب مفعول به مباشره، اذا كان اسم اشاره او اسم موصول او ضمير يعرب في محل نصب مفعولا به، او مصدر لو كان مصدر من اول ودخلنا المصدر من اول في ترمينال. الامثله تجي بالشكل ده. عندنا ما اجمل القراءه، فالقراءه هتكون اسم صريح مفعول به منصوب علامه تصبيح الفتحه، وبيجي بالشكل الثاني ممكن يجي القراءه ما اجملها، هيكون هنا الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، كانه ضمير متعجب منه ضمير. الشكل ممكن يجي عندنا اسم اشاره ما اجمل هذا الولد، وهيكون هذا اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به، يبقى عندنا جاء اسم صريح جاء ضمير جاء اسم اشاره. ممكن يجي بشكل رابع، ممكن يجي القراءه، ممكن يجي مصدر اسم موصول، وفي الحاله دي هيكون اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. الصيغه الثانيه وبيسموها صيغه الامر، افعل ب زائد المتعجب. عندنا بتعرب كالتالي، عندنا افعل فعل ماضي جاء على صيغه الامر مبني على السكون، يبقى الفرق الاول مبني فعل ماضي مبني على الفتح، وده ما بيكون مبني على السكون. وبيكون المتعجب منه اللي هو ب بيكون فاعل مجرور لفظا، مجرور في اللفظ بحرف الجر الزائد اللي هو بعد صيغه بعد افعل، لكنه في الايه؟ في المحل مرفوع على انه فاعل. هتلاقي برضه ممكن في بعض الملاحظات ان الجر والمجرور متعلق بمحذوف والفاعل مستتر، لكن اللي عملنا الاعراب السنه دي اللي على ثانيه ثانوي الاعراب اللي احنا بنشتغل ده انه فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. الأمثلة بتيجي على الشكل كده، عندنا ممكن يجي ما أجمل بالسماء، عندنا بالسماء تكون فاعل مجرور لفظا بحرف الجر الزائد مرفوع في المحل، وعندنا أجمل بذي البلد. طيب عندنا يا أستاذ زي، عندنا ذي فيها مشكلة شوية، إزاي عندنا هي أصلا مجرورة وعلامة جرها هي إنها من الأسماء الخمسة؟ أقول لك قياسا على المنادى، لأنه هذا في الأصل هو مفعول به بتقدير فعل يوناني، فمفعول به فهو مبني على الضم في محل نصب، كذلك هنا مجرور في اللفظ مرفوع في المحل. طيب عندنا الفعل ده صغير، مش لازم يكون له شروط. نبدأ مع الشرط الأول، يكون فعل. هو في حاجة اسمها يكون فعل؟ لازم يكون فعل، لأن يخرج مني ما ينفعش أصيغ أفعل التعجب أو أفعل به من أسماء ولا من اسماء الافعال. طب اسماء ماشي، لكن اسماء الافعال بتعمل عمل الفعل، لا ما ينفعش تصير منها. طيب وعندنا المشتقات، لانها في بعض الاحيان بتعمل عمل الايه؟ بالشروط اللي احنا عرفناها قبل كده في سنه اولى، بتعمل عمل الافعال، لا ما ينفعش برضه اصير منها.
اس اللي عندنا الشكل الثاني، عندنا الشرط الثاني من ثلاثي، فلا يصاب غير الثلاثي اطلاقا، لكن ممكن يصاب بطريقه ثانيه ممكن نعرفها في فيديو ثاني. الشكل اللي عندنا الشرط الثالث يكون تام، هياخد الناقص افعال الناقصه لا يصاب منها، وكذلك ناقص التصرف. ايه المقصود بناقص التصرف؟ ناقص التصرف في الافعال ممكن يجي منها ماضي ومضارع، لكن ما يجيش منها لا مشتقات ولا يجي منها باقي تصرفات. الشرط الرابع ليس الوصف منه على افعل فعلان، وهنا بيدل على ان عيب، لان عندنا هتلاقي افعل ممكن افعل فعلان وافعل فعلان، لازم يكون لو دل على لون زي اخضر خضراء ما ينفعش يوصف منها، او عيب اعرج عرجاء، لا ما يكونش الوصف منها الا يكون الوصف منه على افعل فعلان، لكن افعل فعلى او افعل فعلى يوصف منها. الشرط الخامس مثبت، فالافعال المنفيه واشباه المنفيه لا يصاب منها مباشره. الافعال المنفيه واشباه المنفيه، طب شبه النفي المقصود به النفي. الشرط الاخير مبنيا، الاخير مبنيا للمعلوم، ويخرج المبني المجهول لانه من نواقص الجمله الفعليه. الجمله الفعليه اذا حذف منها الفاعل ونادى عنه بيعتبرها النحاة انها من نواقصها. اخر حاجه خالص وده اخر شرط معانا السنه دي يكون متصرف، فيخرج الجن. طيب كده وقفنا، لو كان الفعل مستوفي للشروط لكن غير قابل للقياس، ما ينفعش اقول ده اكبر واصغر بصفه ما فيهاش تفاوت خالص، ده اخر شرط معانا اهو قابل للتفاوت. فالافعال غير قابله للتفاوت، غير قابله للقياس بالتمام او النقصان او الزياده او النقصان تخرج. فالافعال بتدل على النون، فما ينفعش عندنا في هو في واحد ام ولد من واحد؟ لا، فما ينفعش اتعجل. ده طب الجامد غير قابل للتفاوت ليه؟ لان هو ما بيجيش منه خالص اطلاقا، لان ليس ممكن اجيب منه افعال. احنا الفيديو اشتمل على مجموعه من الاشياء، اولا تعريف صيغتي التعجب، الصيغه السماعيه والقياسيه. بعد كده اشتغلنا على صيغتين القياسيه لافعل ب وما افعل، وعرضنا الصيغتين، بعد كده وضعنا الشروط اللي ممكن يصاب منها الفعل فعل التعجب. ختاما اشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.